بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الأبطال. تحت شعار الأهلي بمن حضر، النادي الأهلي واجه سبورتنج في قبل نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال. الحقيقة بعد إصابة 3 لاعبين من النادي الأهلي من أصل 14 لاعب من القائمة بفيروس كورونا، ربنا يشفيهم يا رب. المباراة ستقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الساعة 8، يمكن بعد حوالي ساعة من الآن. قبل ما نتناول طبعا مباراتنا تحليليا وفنيا، احب ارحب بضيوفي في بدايه الحلقه، الكابتن عماد مراد احد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق واحد نجوم الجيل الذهبي للنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن اسف. شكرا كابتن، منورنا في قناه النادي الاهلي. شاكرين جدا، ربنا يخليك، ربنا يوفق الاهلي النهارده ان شاء الله باذن الله. معانا طبعا احد اساطير النادي الاهلي وهداف لوس انجلوس، دار الاولمبيا لوس انجلوس، ونجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر السابق الكابتن محمد سلعاوي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن اسف، منورنا وان شاء الله التوفيق يعني النادي الاهلي باذن الله. ربنا يوفقهم ان شاء الله ونتمنى لهم كل خير ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عماد، يمكن اجي لحضرتك في البدايه، اهميه المباراه يعني من وجهه نظر حضرتك بتيجي في وقت صعب طبعا بس مهمه اكيد لكلا الفريقين، اهميتها ايه يا كابتن؟ والله انا شايف ان طبعا الماتش ده مهم جدا، خاصه ان الاهلي ماشي بخطوات كويسه وان شاء الله ربنا يوفقه، خاصه انه فاز على الزمالك، يكون ان هو رايح في الماتش اللي هم باد لك فيهم برايح لعيبه عشان يقدر يحافظ على نفسه، مهمه جدا عشان يقدر يكمل ويوصل ياخد الدوري ده ان شاء الله مرتبط ان شاء الله. صحيح، يعني خاصه بعد فوز المرتبط، يمكن عايز انوه للساده المشاهدين، مرتبط النادي الاهلي فاز على مرتبط سبورتنج قبل يمكن اللقاء ده او قبل ما تبتدي اللقاء ده بنتيجه 68-59. طبعا فوز المرتبط هيحط النادي الاهلي طبعا في المقدمه ويديله الافضليه. كابتن سلعاوي، اهميه اللقاء من وجهه نظر حضرتك؟ انا في رايي الشخصي ان اللقاء مهم جدا، النادي الاهلي بقاله فتره ما بعيد عن البطوله والمنافسه، مجلس اداره دعم الفرقه الموسم اللي فات والموسم ده، والفرقه انا شايفها الموسم ده ماشيه على الطريق السليم يعني بالنسبه للتدويق ان شاء الله، تدويق بالبطوله ان شاء الله. في ثلاثه عندهم ظروف كورونا ربنا يشفيهم يا رب، ولكن الاهلي زي ما انت قلت في المقدمه. مين هم كابتن يعني نعرف الساده المشاهدين؟ في ايهاب امين وفي عبد الفضيل وفي اللعيب الثالث عمرو الجندي، ومن ضمن الصفقات الحديثه اللي لسه جاي الموسم ده. طب اعزائي المشاهدين، احنا كنا جهزنا تقرير عن اهميه المباراه، نشوف التقرير ده لحضراتكم تاني. تتجه أنظار عشاق كرة السلة المصرية نحو صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية لمتابعة مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط بين الأهلي وسبورتينج في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم. ونجح رجال الأهلي في بلوغ دور نصف نهائي دوري المرتبط بعدما نجحوا في تخطي الأدوار التمهيدية للبطولة بالفوز في كافة المواجهات التي خاضها الأهلي على حساب فرق الزهور وطنطا وطلائع الجيش بالعلامة الكاملة دون خسارة تذكر، ليضرب نسور القلعة الحمراء موعدا مع فريق جزيرة الورد ليتمكن فريقنا من مواصلة انتصاراته والفوز في مواجهتي الذهاب والعودة، ليصطدم الأهلي بمنافسه التقليدي الزمالك في ديربي قوي لحساب منافسات دور ربع النهائي. ونجح أبناء القلعة الحمراء في تحقيق الفوز في موقعة الذهاب بنتيجة 91-68، وهو الفوز الذي جعله يخوض مواجهة الإياب بأريحية بعدما ضمن الوصول إلى دور نصف النهائي. فقرر الجهاز الفني منح راحة للعديد من العناصر الرئيسية في التشكيل، فجاءت الهزيمة الأولى بنتيجة 61-58. وبالنظر لنتائج فريق شباب 16 سنة فنجدها لم تختلف كثيرا عن نتائج الفريق الأول بعدما نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة بجدارة واستحقاق، ونجحوا في تحقيق الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا. ويتطلع الجهاز الفني بقيادة الكابتن أشرف توفيق لتعويض العناصر الغائبة عن تشكيلة الفريق في لقاء الليلة والتي تمثل قوة ضاربة ممثلة في إيهاب أمين وعمر الجندي وعبد الفضيل إبراهيم الذين يغيبون بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا. ولكن كعادة أبناء النادي الأهلي الذين يرفعون شعار
الأهلي بمن حضر لتحقيق انتصار على حساب سبورتينج يقربه من بلوغ الدور النهائي على الرغم من الغيابات والسعي بقوة نحو استعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء في مستهل موسم يتوقع كافة المتابعين بأن يحصد فيه رجال سلة الأهلي العديد من الألقاب والبطولات. لقاء مهم ما فيش شك، ان شاء الله ربنا يكرم رجال النادي الاهلي النهارده. وزي ما قلنا النادي الاهلي وزي ما التقرير قال لحضراتكم الاهلي بمن حضر، المجموعه الحقيقه اللي موجوده لا تقل ابدا قدره وكفاءه عن المجموعه المصابه، ربنا يا رب يعني يشفيهم. يعني كابتن عماد اجل حضرتك، يمكن مباراه المرتبط ريحتنا شويه، تفرق كتير طبعا. يعني بتهيألي حطيتنا خطوه قدام، ان شاء الله اذا كسبنا النهارده برضو هتكون، يبقى انت عاوز ماتش من اللي جايين. كسبت مرتبط خلاص انت في الدور اللي بعد، تفرق كتير مرتبط طبعا. طب كابتن، يعني قبل الدور قبل النهائي هيتعمل على يومين برضو، يعني نوضح للساده المشاهدين هيبقى اليومين ايه وايامهم وهيبقوا شكلهم ازاي. هو طبعا لغايه دلوقتي انا ما اعرفش هيكون امتى موعد الجمعه بعد بكره، الاربعاء الاربعاء والجمعه ان شاء الله ربنا سهل بس يعدي، ما بحبش اسبق. لا يعني قصدي اقول لحضرتك ان هو مرتبط ورجال، وايضا يوم الجمعه هيبقى مرتبط ورجال طبعا. حد وثلاث الفاينل نفس مش كده مظبوط؟ صح الكلام ده، وحد وثلاث فاينل بس هو فرق النهارده مرتبط فرق كتير، ان احنا نكسب ماتش سبورتنج فرقه صعبه جدا، فالحمد لله فرق كتير النهارده. بالرغم يا كابتن انا كنت يعني في النادي من يومين وكان مرتبط كان في شك في فوزه، يعني كان فريق سبورتنج صحيح الكلام ده؟ صحيح، وان الناس كلها كان عندها احصائيات ان نادي سبورتنج اقوى والنادي سبورتنج هيكسب، لكن انا شايف ان فريق 16 سنه عندنا في النادي السنه دي منقسم قسمين الف وب، والاثنين في قوه واحده انا شايف كده، ومعاهم مدربين كويسين جدا. لا كابتن عرفني اكتر ايه الف وب، يعني في فرقتين نفس السن، في فرقتين اول مره تحصل، اول مره تحصل في فرقتين 16 الف و16 ب. 16 الف مسكها اسلامي الكيلاني، مدرب كويس جدا وكان شغال في الدرجه الاولى السنه اللي فاتت وعامل مجهود معاهم كويس، وفرقه كويسه، وان ان شاء الله الفرقه ليه هي اللي هتبقى، لان انت عارف حضرتك الاتحاد الباسكت ماشي بنظام ان 16 سنه المرتبط السنه دي، السنه الجايه ان شاء الله هتبقى 18 صحيح. سنه، فالاهلي سابق بخطوه انه بيبقى في الف وب، بحيث ان إيه لما بعديها ترجع 16 يكون عندنا فرقه قوية. طب كابتن سلعاوي، راي حضرتك في القرار اللي اصدره اتحاد السله انه عشان يأجل مباراة يعني بسبب كورونا أو بسبب فيروس كورونا، يعني لازم يكون 6 لاعبين من أصل 14 في القائمة يكونوا مصابين، يعني 6 لاعبين أكثر من 6 لاعبين، يعني 7 لاعبين. رأي حضرتك القرار ده إزاي؟ هل ده كتير شوية الرقم، ولا شايف حضرتك الدنيا ماشية إزاي؟ لأن القرار ده، لأن أنا أعرفه النادي الأهلي طلب تأجيل هذه المباراة. أنا اللي أعرفه برضو النادي الأهلي طلب تأجيل المباراة، لكن أنا أعتقد إن هو كان يقال إن كان لازم تيجي مع اللائحة، وإن لازم من أول موسم والدنيا عارفة إن في كورونا في بالنسبة للبلد وكده، لكن اعتقد ده مش قرار، يعني مش لائحه، اعتقد ده قرار اتخذ على ما تمر به البلاد الان. تمام. فهو انا في رايي الشخصي ان الستة كتير، ده هو كمان يعني سبعه مش سبعه كتير. انت تلعب فرقه 14 كابتن هيثم، سبعه تعبانين، هتلعب بسبعه بطوله ماتش كامل اربع، وبعدين لو سته هي السته هيعيوا كام؟ يعني برضه يعني خلينا برضه نوضح للساده المشاهدين يا كابتن عماد، القايمه كام لاعب؟ 14 لعيب. لما يكون في سبعه، قال لك لو فوق سبعة ممكن أأجل لك. طب إزاي؟ يعني لو عندي ستة مثلا هلعب بثمان لعيبة طول الماتش 40 دقيقة؟ صعب جدا. لو لعيب الله لا يقدر اتصاب كده، رجله لفت أي حاجة، تعمل إيه؟ وخلي بال حضرتك ده أنا ممكن ألعب دورين ثلاثة كده، يعني ممكن تعمل إيه؟ الماتش يبقى كده. أنا أعتقد إن لو كان أربعة كانت تبقى معقولة، لأن ده يعتبر عن إن مجلس الإدارة اجتمع وقرر نظرا للظروف، لكن هي ما كانتش يعني مش موجودة في اللائحة. وبعدين أنا أعتقد برضو إن هما ما فوجئوش بالكورونا، كورونا موجودة كان ممكن تبقى من بداية. طب حضرتك برضو أربعة يعتبر برضو يعني مش بتهيألي، يعني بتهيألي كتير برضو شوية، يعني أربعة من أصل 14 تلعب ب10 بس أربعة ماشي. عايزين كابتن سلاوي بيقول إيه قصده؟ كابتن سلاوي يقول لك إن أربعة ماشي الحال. ليه؟ لأنه أنت يبقى عندك 10، خمسة في الملعب وخمسة على احتياطي على البنش. مظبوط قصد حضرتك؟ يعني كل لاعب ليه لعيب احتياطي برضه. يعني هتبقى معقولة شوية، وربنا يعني برضه في أولا وأخيرا ربنا ما
يجيب ان شاء الله حاجه وحشه بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لجميع الفرق لان طبعا كلها اولادنا يعني. يعني يا كابتن عوض عندنا لجنه طبيه وعندنا كورونا بقى لنا سنه دلوقتي، كنا لازم على الاقل تتحط من ضمن الاحتياطات يا جماعه لو حصل كذا، وتتناقش في اللجنه الفنيه او اللجنه الطبيه مع الاتحاد مع الانديه، يعملوا اجتماع الانديه يا جماعه لو حصل كذا. الناس هتوافق توافق، لكن دلوقتي تقول لي مره امبارح لسه طالع قرار 7، ازاي هلعب انا ب7 لعيبه ازاي؟ طب يا كابتن قول لي راي حضرتك برده في حته ان مفيش مساحات برده، يعني النادي الاهلي منظومه وسيستم ونظام، ونادي الاهلي بيعمل مساحات للاعيبته اللي اطمئنان عليهم مساحتهم في الاساس يعني، ولكن مش بالضروره كل الانديه مش ملزمه انها تعمل كده. طب راي حضرتك ايه في موضوع المساحات؟ هل محتاجين نعمل مساحات للعيبه قبل ماتشات زي كره القدم، ولا الوضع يكون ايه؟ يا كابتن هيثم احنا لسه جايين من كارثه بتاعت ايه الصغيرين كره القدم تونس، ان احنا ما حدش خد احتياطاته، ما حدش عمل مساحات وراحوا بدري، وسيبك من الاخطاء بتاعتهم، احنا لازم نتعلم يا جماعه، لازم نعمل مساحات حتى لو الانديه امكانياتها ضعيفه، انت لازم توفر كل الامكانيات تعمل مساحات، لان انت هتعدي لعيبتك دي هتتصاب، وهتعدي لعيبه ثانيه عامله مجهود رهيب جدا وصرفه وعامله ومحافظه على لعيبتها. ما ينفعش كل الانديه يا جماعه لازم تعمل مساحات، ما فيش هزار، لو عايزين نلعب لازم نعمل مساحات، ما فيش رياضه بلاش بقى. افهم من كلام حضرتك انه طبعا صحه اللاعبين اهم من اي حاجه. طبعا يعني طبعا صحه اللاعبين اهم جدا من اي بطولات وكده. بس انا برضو شايف ان اتحاد الباسكت بيعتبر من الاتحادات اللي هو سلفة قدر ياخد الخطوه ويمشي ويكمل الموسم ويلعب ونجح في العمليه دي. فاعتقد خوفه على نجاح المسابقه احنا اذا كنا بنتكلم المنطلق ان هو يعني الراي والراي الاخر، انما احنا مش بصدد ان احنا نقول لا، يعني اكيد الناس شغاله واكيد الناس هتاخد الكلام ده في الاعتبار، وممكن يكون هم واخدين على التقدير والاحترام طبعا على رؤيه طبيه برضه. بالظبط، اكيد في لجنه طبيه ممكن تكون هي اللي اشارت بالظبط، ولما هيلاقوا الانديه ليها راي ثاني بتوقع ان ممكن الكلام ده يعني يبقى في اجتماعات وممكن تحل المشاكل، وان شاء الله تمر الازمه على خير، وان شاء الله البطوله تكمل والاهلي يكسبها ان شاء الله. طب كابتن يعني عايزين نبين برضو احنا عندنا كام لاعب مصاب؟ القايمه كام؟ 14 لعيب، يبقى في عندنا 3 مصابين. شايف اللي موجودين كسكواد يعني عندنا يقدروا يسدوا غياب ده، خاصه ان احنا فرقتنا ما شاء الله كلها نجوم؟ لا انا اعتقد ان شاء الله يسدوا، واعتقد ان احنا عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا جدا، الصفقات السنه اللي فاتت وصفقات السنه دي على اعلى مستوى، غياب عنصر او اتنين مش يعني ما اعتقدش ان هم، مع انهم هم عناصر مميزه ومهمه جدا جدا يعني بالنسبه للاهلي وبالنسبه حتى لو منتخب مصر اللي بيلعب مش الاهلي بس، لكن اعتقد اللي موجود ان شاء الله على قد المسؤوليه، وان فيهم هم حاسين ان خلاص يعني العمليه قربت منك قوي، فما اعتقدش ان حاجه قربت منك قوي هتسيبها هتفرج فيها. صحيح، وهم تعبوا ومعاهم جهاز فني محترم يعني، وجهاز اعتقد ان هو برضو عنده نفسه انه يكسب زيه زي اللعيبه. صحيح، اكيد اكيد، فيكون حريص كل حرص على. صحيح. طب كابتن عماد حضرتك شايف فريق سبورتنج طبعا مع جهاز فني جديد، تم مش جديد السنه دي، وكان موجود من السنه اللي فاتت طبعا، كابتن وائل بدر. كابتن وائل بدر، يعني شايف يعني سبورتنج بقى لنا فتره ما اتفرجناش عليه، يمكن هو من اوائل الفرق اللي ودعت دوري السوبر السنه اللي فاتت ما توفقتش انها تتاهل، شايف الماتش هيبقى ازاي فنيا يا كابتن، قريب ولا بعيد؟ والله انت عارف يا كابتن هيثم على راي كابتن محمد سرعاوي بيقول احنا عندنا عمرو الجندي لازم يكون فارق معنا، ايهاب امين، انا شايف ايهاب امين وعمر الجندي يعني مش بلاش نقول نص الفرقه يعني تلت الفرقه، مؤثرين جدا مؤثرين طبعا جدا، وعبد الفضيل يفرق فيه، احمد السرعاوي برده كان المفروض موجود ومصاب ربنا يشفيه ويعافيه، الفرقه برده ناقصه عندهم. انا بتكلم على وائل بدر، فريق سبورتنج فرقه مقاتله، فايتنج من اول ثانيه، وائل بدر ما بيحبش يخسر، محمس لعيبته من ايام ما كان بيلعب في نادي الزمالك، تحس انه عنده طاقه غير عاديه، فهو لعيب ونفس الحكايه هو مدرب. يمكن احمد منير انا عرفت ان هو غير موجود النهارده، معرفش اصابه ولا ايه برده، بس هو عنده لعيبه يعني شباب كتير، احمد هشام وعنده ناس كتيره جدا. انا شايف الماتش هيبقى صعب مش سهل، والماتش في الملعب مش هيخلص غير في الكوارتر الرابع. صحيح. طب كابتن سلعاوي حضرتك شايف برضو يعني فريق سبورتنج، احنا عندنا كنا خدنا صفقه احمد مهيب انضم من نادي سبورتنج نادي الاهلي، انا سمعت انه مش هيلعب النهارده، الاخبار ايه بالنسبه لاحمد مهيب؟ لا اعتقد، انا هو مصاب بس اعتقد انه برضو يعني برضو هو اللي بيدخل النادي الاهلي بيدخل بسرعه في المنظومه بتاعت النادي الاهلي، اعتقد انه هو ان شاء الله جهاز الطبي
هيجهزه. واعتقد برضو ان الجمال كان عنده اصابه في انكل القدم، اصابه صعبه سبرين جامد جدا، لكن ان شاء الله برضو هيحاول الجهاز الطبي. يعني اعتقد ان اللعيبه عندها عزم انها تلعب وانها تعوض الزملاء اللي هم خارج الاسكواد. وبعدين احنا عندنا الحمد لله عندنا اللعيب الاجنبي اليكس احسن اجنبي موجود في الدوري المصري اعتقد، ما شاء الله عليه بالنسبه للموسم اللي فات والموسم ده. فريق سبورتنج كنت عايز اضيف حاجه صغيره بس على اللي قالها كابتن عماد، وهو وائل بدر من نوع المدربين الشباب، المدربين اللي هم حماسيين جدا وبيحب الضغط بصفه مستمره ويحب المصايد الترابات ويحب يعني اكيد تنوف الدفاع والروتيشن في الديفنس، واعتقد ان هو حماسي جدا ومعاه مجموعه كويسه ومعاه اولاد صغيرين كمان كويسين. طيب المحترف بتاع سبورتنج يا كابتن اتفرجت عليه؟ محترف. مفيش محترف، لا يعني هما بيلعبوا من غير محترف. محترف سبورتنج بالفرقه الوحيده اللي في الدوري بتلعب من غير محترف هي والجيش. شايف دي ميزه ولا عيبه يا كابتن؟ والله انا فكرت لا مش فكرت انا، بس اللي عايز اقوله حاجه ان طالما يعني هما قالوا طالما احنا انت ما بتنافسش على المركز الاول، انت كل همك انك تدخل المربع زي ما انت داخل المره دي، فباللعيبه دي انا هخش المربع. صحيح فهمت قصدك، واخد بال حضرتك ازاي؟ تحدي هي دي وانا بالولاد دول هوصل صحيح. بس هما يعني نادي سبورتنج نادي عريق في كره السله يا كابتن، ما انت حضرتك عارف قعدوا فتره يعني يمكن من سنتين او ثلاثه يعني خدوا بطولات كتير لما كان كابتن احمد مرعي معاهم لو تفتكر حضرتك الفتره دي. يعني اكيد برضه اكيد هم دلوقتي شغالين على ده، خاصه ان عندهم عضو مجلس اداره كابتن كريم سرور، يعني راجل هو بتاع كره السله، لعيب كره السله اصلا. دينامو بصراحه دينامو يعني فهو واقف كره الفرقه بكل ما يملك من قوه، فاكيد اكيد هم شايفين فرقتهم كده كويسه. انا برضو ايد كلامك ان هم شايفين الفرقه كويسه، وانا اعتقد ان الفرقه كويسه بتضم في مجموعه من الشباب وفي مجموعه خبره، واخد بال حضرتك ازاي؟ وفي ولاد من المنتخب اللي كان مع كرداني 18 سنه. تمام. طب كباتن استاذن حضراتكم نستعرض مع الساده المشاهدين قوائم الفرق، يمكن اجي لك يا كابتن عماد نبتدي بقائمه سله رجال الاهلي، اتفضل يا كابتن عماد. هو سله الاهلي بتكون عندنا اللاعب عمرو الجندي، لاعب محمد مصطفى، لاعب اهاب امين، اليكس يونج، احمد السلعاوي، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، احمد مهيب، عبد الفضيل ابراهيم، محمد ابو النصر، احمد حمدي، عبد الله ناصر، عمر طارق، حاتم البحيري. مع ملاحظه طبعا في ثلاث لعيبه زي ما قلنا قبل كده، عمرو الجندي، ايهاب امين، عبد الفضيل، واحمد السلعاوي. نتمنى لهم الشفاء ان شاء الله ربنا ويلحقوا مباراه بعد بكره. طب كابتن في برضو نسيت اقول لحضرتك ان مودي الجرحي كان عنده برضو اصابه بسيطه، لكن ان شاء الله الجهاز كان عنده يا كابتن كان عنده عباره عن مزق في السمانه تقريبا، مزق في السمانه صح، لكن الجهاز ده وهو الولد ده بيحب يلعب يعني انا في رايي الشخصي ان الولد ده. وابو النصر برضه كان عنده اصابه في الماتش الاخير اما وقع على ظهره، بس هم قالوا ان هم تعافوا واتمرن والامور ماشيه ربنا يوفقهم. وكابتن اشرف يمكن اثر انه يريح اللعيبه دي في ماتش الزمالك، وده كان احد اسباب الماتش التاني عدم يعني عدم ان احنا هو ما كانش مهتم انه يكسب قد ما يهمه الماتشات اللي جايه. طب كابتن سلعاوي اجي لحضرتك قائمه سله سبورتنج، اتفضل يا كابتن. وقائمه سله سبورتنج في مؤمن مكرم، وفي كريم حاتم، عبد الرحمن خالد، واحمد هشام، ليسي، يوسف رفعت، سليم العسوي، ده هو لعيب تحت 18 سنه كان مع الكرداني، عز الدين فريد، باسم الليسي اخو محمد الليسي، وفي عمرو عبدين ده لعيب قديم، ويوسف شحاته، محمد صلاح، وابراهيم حجازي، ومحمد خرشد، واشرف ربيع. اشرف لعيب ده صفقه جديده اللي هو من نادي الاتحاد السكندري. ما احنا هنستعرض الصفقات الجديده كل فرقتين بس يا كابتن، في محمد منير برضو وانا عرفت ان هو مش معاهم في الاسماعيلي. احمد منير، احمد منير ناسي، احمد منير واحمد مش موجود طبعا، نجم مصر ونجم منتخب مصر مش معاهم في هو بقاله فتره يعني بصراحه بقاله فتره ما مش معاهم. لكن عندهم عناصر خبره بتمثل في احمد هشام سعيد طبعا، وبتسم في خرشد محمد صلاح ومحمد صلاح واشرف ربيع. اشرف ربيع طبعا يعني دول عوامل خبره، اشرف لعب كاس عالم وفي بقى اللي هم عناصر بقى القوه اللي هي زي الليسي الاثنين اخوات، وفي برضو زي الولد اللي هو الولد اللي هو احمد في اللي هو
احمد هشام صانع الالعاب ليه دور كبير جدا. اه طبعا عندنا سليم العسف. اه العسف سليم العسف ده ولد كويس. سليم العسف تحت 18 سنه لعيب كويس جدا. ومحمد خرشي طبعا يا كابتن تحت الحلقه قوي. لا انا شايف فرقه سبورتنج ما شاء الله فرقه كويسه. فرقه كويسه وفرقه مش سهله بس اعتقد احنا احسن ان شاء الله. طيب كابتن عماد اجل حضرتك الجهاز الفني لكره السله بالنادي الاهلي. هو الجهاز الفني بيتكلم طبعا من الكابتن اشرف توفيق صاحب الامكانيات وصاحب البطولات والخبره الكبيره، معاه كابتن سيد مصطفى راجل برضه عنده خبره جامده جدا، احمد الجرحي مدرب واعد وكان لعيب كويس ومدرب كويس كان ماسك مرتبط وحقق نتائج كويسه سنين طويله معاه صحيح. في علاء لطفي برضه محلل فني كان لعيب كويس في النادي الاهلي، طارق الغنام طبعا اسطوره النادي الاهلي والمدير الاداري، فيه وليد الخراط مدير اداري، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيب الفريق، هيثم الضبع اخصائي طبيعي، محمود حامدي مخطط احمال، محمد عيسى اخصائي مساج، حامد الكاس مهمات، وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. طبعا احنا كان قيل كلام وبتاع مش عارف ايه عن الجهاز الفني، ولكن احنا بناكد طبعا ان الجهاز الفني بالكامل الحمد لله سليم والمساحات زي الفل، لان طبعا طلعت كلام وفي بعض المواقع كتبت لأكل كل الجهاز الفني سليم الحمد لله. طيب كابتن سلعاوي اجل حضرتك الجهاز الفني لسلة سبورتي. بيتكون من وائل بدري كمدير فني واحنا اتكلمنا عليه في المقدمه، طارق صبحي مدرب عام، هيثم كامل مدرب، سامح صلاح المدير الاداري من انجح المديرين الاداريين صحيح فعلا في مصر، الدكتور محمد الفلاح طبيب الفريق، دكتور تامر قراره اخصائي تاهيل، اسلام الشبكاتي اداري الفريق والاحصائي، اكرم السبكي مدرب احمال. تالي يا كابتن يعني الجهاز الفني للاهلي وسبورتنج يعني يمكن فيه تشابه كويس من الـ يعني الـ المهمات والالتزامات، يعني هتلاقي مثلا في مدير اداري هنا في مدير اداري، يعني قصدي اقول بقى الدنيا يعني في طارق الغنام ده برضو اسطوره برضو من يعني بالزبط. نجم ومن نجوم ان هو وبامانه ناجح جدا لغايه دلوقتي بامانه يعني في الناحيه الثانيه سامح صلاح طارق راجل يعني طارق ملتزم وطارق غير ملتزم طارق جدي جدا جدي وعايز يعمل حاجه في المنصب عايز يعمل حاجه في المنصب ده وطبعا بالنسبه للنادي كل واحد عايز بيمسك منصب عايز يسيب فيه بصمه يعني. طيب كابتن اجل حضرتك في مشوار النادي الاهلي عايزين نتكلم عن الفريق الكبير، يعني يمكن عندنا الرجال كمجموعات ودور ال16 ودور ال8 وايضا المرتبط. اتفضل يا كابتن عماد. هو بالنسبه للفريق الرجال في الفوز فازوا على الزهور ذهابا وايابا يعني 102-37، فازوا على الشمس الحمد لله، فازوا على طلائع الجيش كان ماتش صعب شويه فازوا 90-77 طبعا، فازوا على الزهور في الاياب برضو، فازوا على طنطا اياب 76-59 وده كان مباراه برضو كويسه، وفازوا على طلائع الجيش في الاياب الحمد لله. يعني كابتن معلش انا بقطع حضرتك يعني هم كانوا مجموعه ولعبوا اذا في الاياب في الاول تمام وبعد كده تاهل الاول والثاني مظبوط تمام انا فاهم كده تمام يا كابتن. لما طلعوا الدور الثاني دور 16 فازوا على جزيره الورد ذهابا 86-49 لما وفي الاياب برضو الحمد لله 151، وراحوا الدور اللي بعد دور الثمانيه فاز على الزمالك زي ما اتكلمنا 91-68 وكانت نتيجه كبيره الحمد لله، وخسروا الماتش الثاني 62-59 زي ما قلت لحضرتك انه حاول عاوز يريح لعيبته عشان بالزبط. الدور اللي جاي يقدر بالزبط. يكمل بس خليني اوضح ان في المجموعه في الاول خالص يا كابتن كل الفرق تاهلت الاول لاعب الرابع من المجموعه اللي قصاده يعني انا قلت الاول والثاني لا هو مش الاول والثاني هو الاول للرابع تاهله بس كل واحد في دور ال 16 قبله يعني ماتش قوي او ماتش ضعيف تمام. انا اسف يا كابتن اتفضل يا كابتن هنتكلم بقى بالنسبه للمرتبط فازوا على الزهور 75-9 فريق ضعيف جدا الحمد لله فازوا على الشمس فرق جامد فازوا على طلائع الجيش فازوا على الزهور تاني وعلى طنطا وعلى طلائع الجيش تاني برضه الحمد لله وصلوا دور ال 16 فازوا على جزيرة الورد الحمد لله 71-15 وفي الإياب 50-22 الحمد لله فريق مرتبط عندنا في الأهلي القوي في دور الثمانية على الزمالك الحمد لله فازوا رايح جاي 80-51 و50-22 يعني كده كابتن من حضرتك قلته انا يعني شايف ان النادي الاهلي كبار وصغيرين لم يتلقى الا هزيمه واحده لات الزمالك اللي كانت تحصيل حاصل فنيا نقدر نقول عليها كانت يعني الكابتن اشرف فضل ان هو يلعب صغيرين ياخدوا شويه خبره ولو كان حتى خساره فاهم مش فارق معاه على اساس انه يضمن الناس المصابه الحمد لله ياهلوا يلعبوا الماتشات الثانيه هم سلام ان شاء الله. طب يعني كابتن سلعاوي اجل حضرتك في مشوار نادي سبورتنج حتى وصوله لدور قبل النهائي. السبورتنج فاز على المصريه للاتصالات وفاز على الطيران وفاز على الفوز على الجزيره
وفاز على الاتصالات والطيران والجزيره ذهابا، وخسر ماتش واحد بس من نادي الجزيره. دور ال 16 كسب اصحاب الجياد رايح جاي. دور الثمانيه فاز على التامين رايح جاي. المرتبط بتاعه نتائجه بتقول عليه انه كويس زي ما انت قلت في المقدمه. فاز على المصريه اتصالات، وفاز على الطيران، وفاز على الجزيره، وذهابا وايابا برضه. وفي دور ال 16 فاز على اصحاب الجياد ذهابا وايابا، وفي التامين برضه كسبه رايح جاي في التصفيات. يعني يا كابتن افهم من كلام حضرتك ان سبورتنج برضه كبار وصغيرين لم يتلقى الا خساره واحده من نادي الجزيره، كبار وكان تحصيل حاصل برضه. برضه نفس يعني اعتقد ان الفريقين متشابهين لدرجه كبيره جدا في كل حاجه. ماتش هيبقى جامد يا كابتن. طيب كابتن عماد، اجل حضرتك في صفقات النادي الاهلي النهارده لدم ضمهم الموسم اللي فات نستعرضهم مع حضرتك، اتفضل يا كابتن. هو طبعا جاب الحمد لله احمد مهيب من نادي سبورتنج، لعيب جامد جدا شويت ودشر. في محمد مصطفى كان اصلا ابن الاهلي وراح مصر تامين في اعاره ورجع تاني الحمد لله، ولد يعني واعد من اولاد النادي الاهلي. في احمد حمدي لعيب برضه طويل جامد جدا ليه مستقبل كبير. في عمرو الجدي طبعا غني عن التعريف خبره كبيره. في عمر طارق يعني من اعمده الفريق الاول وعم نادي الجزيره، وانا ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. طب كابتن شايف حتى الان اداء هذه الصفقات مع النادي الاهلي، يمكن فات مباريات كتير، شايف الصفقات ناجح جدا؟ يعني احنا عندنا عمرو الجندي يعني بيلعب مع الاهلي كانه هو ابن الاهلي الحمد لله. يمكن احنا عندنا من واحنا بنلعب انا والسرعاوي اي حد كان بيخش يعادلنا جديد، حتى لما جاب سرعاوي جانا من نادي القاهره كان نحس ان احنا كاننا واحد. يعني الحمد لله الاهلي بيحب الناس اللي بتديله، فبيحس ان هو عامل جدا، حاسس ان هو كانه بيلعب في النادي بتاعه. صحيح. وعمر طارق مش حاسس باي فرق، والحمد لله ربنا يوفقهم. تمام، ربنا يوفقهم. كابتن استعرض مع حضرتك سريعا. انا بس عايز بعد اذنك يا كابتن اقول كلمه، حاجه بسيطه. الولد محمد مصطفى اللي هو مودي ده مودي. ده من احسن صناع الالعاب اللي هتبقى موجوده بالنسبه لمصر وبالنسبه للنادي الاهلي. اتفق معاك يا كابتن. الولد ده مستقبل. انا كان رايي ان برضه هو راح التامين لعب شويه وكده، بس هو ما كانش المفروض يخرج. بس التامين يا كابتن خلي بالك اثقل للولد. اثقل للولد. طب يا كابتن استعرض سريعا صفقات سبورتنج. في اشرف ربيع ده جاي طبعا، اعتقد كان في الاتحاد وراح سموحه وكده، وعبد الرحمن خالد ومؤمن مكرم. طيب هم ثلاث صفقات بس أكيد. اعتقد ان عمرو الجندي وبرضه بالنسبه للاهلي وعمر طارق من احسن الصفقات اللي تمت في النادي الاهلي العصر الحديث. في العصر الحديث بصراحه. على فكره يا كابتن ناسف دي لقطات حيه من ارض الملعب لاحماء فريق النادي الاهلي، واكيد خلال يعني ان شاء الله فتره قصيره هنقول لكم ال 12 لاعب هيجونا من الملعب. هيتقال لنا طبعا من خلال مراسلنا ان شاء الله هناك محمد توفيق، هيبلغنا باسامي القائمتين وهنقولهم لحضراتكم، وايضا حكام المباراه. اسف يا كابتن قطعت حضرتك، يعني هم ثلاث صفقات بس. صفقات بس. طيب اعزائي المشاهدين هطلع لفاصل سريع عشان ارجع لحضراتكم ونفتح لنا لمباراه قبل النهائي في دوري كره السله رجال النادي الاهلي وسبورتنج من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بحب انوه عن ان اللي مش قادر يشوف المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يشوفها من خلال الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك او على قناتنا على اليوتيوب. الاثنين ان شاء الله ستذاع عليهم المباراه في نفس التوقيت طبعا على شاشه او لايف على شاشه زي شاشه قناه النادي الاهلي. وبرضه بنوه ان فريق المرتبط النادي الاهلي فاز 68 59 على سبورتنج، وده بيحط النادي الاهلي في المقدمه. وبحب اقول لحضراتكم المباراه سجلناها، مباراه المرتبط سجلناها وهنذاعها لاحقا ان شاء الله عشان طبعا نتفرج على ناشئنا ونشئاتنا، او دايما بنعمل كده سواء رجال او سيدات. برحب بضيوف المره الثانيه، وبرحب بكابتن عماد مراد، وبرحب بكابتن محمد السلعاوي. يمكن اجي لك يا كابتن عماد على فريق النادي الاهلي، من وجهه نظر حضرتك مين الخمسه اللي ممكن يبتدي بيهم كابتن اشرف توفيق المباراه، خاصه في ظل غياب ثلاث لعيبه او اربع لاعبين؟ والله يا كابتن هيثم انا يعني مشفق شويه على كابتن اشرف، بس اقدر اقول لك على قد من توقعاتي. يعني ممكن يبدا بحاتم البحيري واحد، ممكن هيبدا بأليكس اربعه وعمر طارق خمسه، ممكن محمد ابو النصر ثلاثه، ممكن ابراهيم الجمال يلعب اثنين. ده وجهه نظري. يعني هو غصب عنه انا شايف الفرقه في ظل عدم وجود عمرو الجندي وعدم وجود ايهاب امين فرقه كتير معه. ممكن بعض الاوقات يلعب حاتم اثنين، يلعب محمد مصطفى واحد،
ربنا يوفقها يا رب ان شاء الله. يعني يا كابتن يمكن احنا في مباراه الزمالك الاولانيه اللي كانت مهمه جدا واللي كسبناها فرق 24 نقطه بعد تاخرنا ب 12 نقطه، يمكن البدايه ما كناش كان عندنا حمه بدايه شويه. تمام. هل كابتن اشرف توفيق هيتدارك ده مثلا من وجهه نظره ولا يعني الموضوع يبقى؟ كابتن اشرف طبعا عنده خبره كبيره وقادرة ومؤكد كلنا لازم نتعلم من اي حاجه حصلت. ممكن برضه خد بالك هو بيلعب لو انت تاخد بالك ماتش الزمالك فرقه قويه في الملعب، بس يعني كان عدم توفيق ماشي مع الزمالك شويه عدم توفيق، لكن هم فرقه قويه ممكن صحيح. في ماتش النهارده نفس الفرقه يبدا بيها ويعدوا ويفوت في ربنا كل ماتش له ظروفه يا كابتن. كل ماتش له ظروف. صحيح. كابتن سلعاوي يمكن برضه اجل حضرتك بالنسبه لسبورتنج تتوقع مين اول خمسه ممكن يبتدوا ولا ما عندكش معلومات كبيره؟ لا يعني هو بص هو اعتقد يعني انا في رايي الشخصي ان وائل بدر من المدرسه اللي هي ما بترميش كل قوتها في اول الجيم. فيك يا كابتن ده برضو لقطات حيه من ارض الملعب لاحماء الفريق، وده ابراهيم الجمال واضح انه بدا يعني او بيجهز بشكل كبير للمباراه ويمكن كان مصاب، فبرضو دي لقطات طمنتنا شويه عن ابراهيم الجمال. اتفضل يا كابتن. انا قلت لحضرتك ان الجهاز الطبي باذل مجهود ان هو يقدر يجهز له. اعتقد ان هيبدا باحمد هشام والليسي وخرشد وعمر عبدين واحمد عزب. اعتقد تقريبا هيبقوا هم دولت الخمسه اللي ممكن يبدا بيهم نادي سبورتنج. زي ما قلنا هو نادي سبورتنج بيعتمد على الضغط من اول ملعب، وبيعتمد على الروتيشن في الديفنس بسرعه، وبيعتمد على المصايد في الاجناب. طب كابتن يعني يمكن انا جات لي اسامي طاقم الحكام، يمكن اتحاد السله او لجنه الحكام او كله المباراه لطاقم يعني قوي جدا، يعني يمكن ياسر جمال حكم اول، تامر عبد الفتاح حكم ثاني، محمد ابراهيم حكم ثالث، محمد شعبان ميقاتي 24 ثانيه، واحمد كمال مسجل. يمكن طقم التحكيم ليه الاتحاد مش عايز يفرط في البطوله. اتحاد الباسكت عايز ينجح البطوله. صحيح. فمش هيتنجح الا لان عن طريق حكام جيده. طيب كابتن يعني عماد اجل حضرتك، يمكن غياب الثلاث لاعبين او الاربع لاعبين طبعا باحمد السلعاوي، يمكن قول لي مثلا مين اللي ممكن من اللاعبين اللي موجودين دلوقتي يقدروا، وانا عرفت دلوقتي يمكن كمان بيبلغوني ان مودي بره، مودي الجرحي بره، مودي الجرحي يا جماعه صح؟ ايوه عشان مودي الثاني في الارض. مودي الجرحي بره. مودي الثاني في الارض. مودي الجرحي مش موجود في التسخين. طيب راي حضرتك مين اللي ممكن يعوض الغيابات دي يا كابتن من القايمه اللي موجوده؟ انا رايي النهارده لو ابراهيم الكمال ربنا كرمه ووفقه ومشيت معاه شويه وربنا كرمه في شويه، يعني هو راجل شويت، راجل عنده خبره ولعيب جميل جدا، لو ربنا كرمه هتفرق معانا كتير برضه ان شاء الله وربنا يكرمه. عندنا محمد ابو النصر ولد مقاتل فايتر جدا، وبعدين هو احنا برضه هنتكلم في حاجه ان كابتن اشرف يعرف يعمل الروتيشن كويس، يعرف يريح لعيبته، يعرف يغير في دفاعاته، ممكن ما يخليش لعيبه سبورتنج تبقى على تيمبو واحد او على رتم واحد، فدوت هيفرق مع الاهلي. فربنا يوفقهم يا رب. احنا هنسيب المباراه دي مش حياتها. طب كابتن بلغوني الان بال 12 لاعب اللي هيلعبوا ان شاء الله، طبعا دي لقطات حيه من ارض المباراه. اللاعبين يا كابتن استاذ حضرتك برضو سجل معايا برضو عشان نبقى عارفين 12 لاعب بعد اذنك كابتن عماد وكابتن سلعاوي. يمكن محمد مصطفى مودي اول لاعب ان شاء الله مشارك النهارده ال 12. عندنا اليكس يونج المحترف الامريكي برضو ده ثاني لاعب، سيف سمير ثالث، ابراهيم الجمال الرابع، احمد مهيب، محمد ابو النصر، احمد حمدي، عبد الله ناصر، عمر طارق، حاتم البحيري، والناشئين بقى كابتن دي المفاجاه بقى محمود ناصر. وليد وعبد الرحمن حسام بودي. طيب يمكن انا سامع كابتن سلاوي عايز يعلق اقل. عايز اعلق على حاجه بس، ان محمود وليد من احسن الناشئين اللي طالعين في النادي الاهلي. يا كابتن ما حضرتك في لجنه انتقاء المواهب يا كابتن، فانت قاعد كشاف في النادي الاهلي. لا والله يعني معلش برد، خلينا انوه يا كابتن الاول على اللجنه دي. يمكن النادي الاهلي من الانديه او يمكن ليه السبق انه يعمل لجنه اسمها لجنه اكتشاف المواهب او يعني انتقاء المواهب، الاسم كده بالظبط. فيها كابتن شريف علي نجم النادي الاهلي، كابتن طاهر رجب، كابتن سلعاوي، كابتن نور عطيه، كابتن ممدوح اسماعيل، اسامي كبيره جدا. كابتن سلعاوي عضو فيها،
ولما بيقول حد موهبه كويسه موهبه كويسه. اسف يا كابتن انا لازم اوضح برضو دور حضرتك جوه النادي الاهلي كمان. اتفضل يا كابتن. الولد وليد من احسن الاولاد اللي طالعين بصراحه. عبد الله نصر صفقه هايله كنا جايبينها من نادي الشمس، ولد لمستقبل. بودي حسام من احسن الناشئين برضو اللي طالعين، وفي على فكره في اكتر من لعيب يعني، واخد بال حضرتك ازاي؟ في ال 20 سنه كان استعان بيهم الكابتن اشرف في الدرجه الاولى في الماتشات اللي قبل كده، وكانوا كويسين جدا. غير ان في ولاد بره النادي الاهلي برضه اعارات زي رأفت عماد وزي ناس كتيره ممكن في المستقبل ان شاء الله يرجعوا تاني. طب كابتن عماد انا سامع حضرتك برضه عايز تعلق على قائمه النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن. والله صراحه انا عاجبني اشرف ربنا يوفقه انه بيعتمد على بعض الاولاد الصغيرين ليه مستقبل، خاصه ان احنا ده دوري مرتبط اعتماد يعني اتعرض كره السله ان يبقى فيه لعيبه مرتبط تبقى هي دي نوال الفريق الاول قدام. فالحمد لله عشرة معتمد على ناس صغيرين كتير خاصه على عبد الله ناصر دوت، محمود وليد، عبد الرحمن حسام، فربنا وفقهم يا رب ان شاء الله يكون فتحه خير يا رب ان شاء الله. ودي برضو لقطات يا كابتن حيه من ارض الملعب لاحماء الفريق، ودي يمكن طبعا قناه النادي الاهلي دايما سباقه ودايما بتخليكم في الحدث بكل ما يعني تحمله الكلمه من معاني، الاحماء، الكواليس، القوايم، يمكن دائما ابدا بنتطلع ان نقدم حاجه تليق بجمهور النادي الاهلي. يمكن ده حسام بودي يا كابتن بتهيألي اللاعب الناشئ، وده محمود وليد، هو ده صح، ده محمود وليد الناشئ، وقدامه احمد مهيب تمام بيسخن، وابراهيم الجمال يعني ده محمود وليد اهو يا جماعه اللي معاه الكوره، ده اللاعب الناشئ اللي هيدفع بيه كابتن اشرف توفيق النهارده. وكابتن سلام واجه لحضرتك في حته مهمه جدا في بيوت المنطقه، كابتن اشرف توفيق حط نفسه في السيتويشن ده او في الموقف ده. انا بقول لحضرتك في لعيبه كتير في، وفي التمارين معظم الفتره اللي فاتت كان في لعيبه من الصغيرين بيلعبوا في كل يعني، هم حاضرين وهم حافظين النظام او السيستم بتاع الدرجه الاولى، فمن السهل جدا انك تدفع اي واحد فيهم، زائد ان هم لعيبه مميزين مميزين فعلا يعني. وفي حته كمان يا كابتن ونسيت انوه برضو ان اللجنه دي راسها الكابتن رؤوف عبادر طبعا مدير عام النشاط الرياضي، هو اللي بشكره يا كابتن من خلال شركات النادي الاهلي. الحقيقه الراجل عامل معانا مجهود كبير جدا، و ومن الحقيقه في تنسيق عالي جدا ما بين القناه وما بين اداره النشاط الرياضي، انا بشكره من هنا كابتن. لا وانا احنا والله عامل برضو مجهود جامد جدا في اللجنه دي، وان هو يعني اعتقد ان من احسن الناس اللي في النشاط طبعا يعني طبعا كابتن رؤوف تولى مسؤوليه النشاط صحيح الرياضي، يعني تاريخ كبير، عارف كل حاجه، عارف كل ظاهره كبيره، عارف الناس، عارف اللعيبه، عارف كل حاجه صحيح. اتمنى له التوفيق مستقبلا ان شاء الله. كابتن عماد كان حضرتك عايز تقول حاجه؟ بس انا اتكلم في حته اشرف، انه اشرف ابن النادي طبعا لعيب لعب في النادي وهو لعيب دولي، يمكن من ضمن الناس اللي هي بتهتم، وفي ناس تانية ممكن يجي لو حتى غريب او من النادي، بعض الناس بتفكر ان انا اللي هكسب بيه هلعب بيه، ما هوش يفكر في المستقبل كمان سنه كمان سنتين هيبقى عندنا فرقه ولا لا، ممكن يقول لك لا انا هقعد السنه دي ممكن اكسب، ممكن اكسب السنه الجايه بحاول، ممكن امشي اروح حته ثانيه كناس محترفه بروفيشنال. لكن انا شايف اشرف بيعتمد على ناس صغيرين وحاطط امل ان الفرقه دي كمان سنه سنتين يطلع ناس صغيرين هتشيل النادي، ما مش يعتمد ان هو يشتري ويغرم النادي ويفعل، اولاد النادي اولى، خاصه ان احنا عندنا ناشئين بنكسب، اما يكون في ناشئين بنكسب ايه اللي ما خلناش نكسب فوق؟ صحيح. ولعيبه كم، هو ده اللي عمله كوتش اشرف انه دفع اللاعبين طبعا اللاعبين الصغيرين، وسبحان الله يعني تضطر الظروف انه يعتمد عليهم تاني، لعيبه اتصابت باد لك يعني فبيلعب بالصغيرين، ده برضه ربنا يوفقهم يا رب. طب كابتن سلعاوي مين من الناشئين ايضا حضرتك شايفه كان بيتمرن درجه اولى الفتره اللي فاتت وشايف انه ممكن يبقى بروميسنج او واعد مع الفريق الاول؟ اعتقد ان في اثنين، الولد مازن ابن ياسر وفتوح، الاثنين ولاد ابن ياسر وفتوح كانوا واخدهم مالك وياسر، مالك ومازن اعتقد لعيبه كويسه. مالك كان بيلعب مع منتخب الناشئين، الناشئين يعني، واعتقد ان هم ما شاء الله طوال، واعتقد ان هم هيكونوا من احسن برضه اللعيبه اللي في مراكزهم. لكن انا مصمم ان النادي الاهلي غني باولاده، في لعيبه كويسه جدا في فرقه 18، فرقه 16 فيها لعيبه كويسه جدا جدا، ودي هتؤدي الى تلاحق الاجيال مع بعض. فرقه 20 عندك 5 6 يعني ممكن يلعبوا في الدرجه الاولى. وكمان خليني اقول لك كابتن اللي اكد كلام حضرتك، قرار اتحاد السله اللي خده منذ ايام في الحد من عمليه الانتقالات، يمكن هو خد قرار انه الفريق الاول او اول الدوري ملوش غير صفقه واحده الموسم اللي بعده، تاني الدوري صفقتين، تالت الدوري ثلاث صفقات، صح يا كابتن الكلام؟
وحددنا مبالغ مبالغ عاليه جدا. طب معلش ممكن تشرح لنا القرار ده يا كابتن، يمكن حضرتك ادرى مني بيها يا كابتن سلاوي. اتفضل. هو قال ان الصفقه الاولى هتبقى تقريبا فري، الصفقه الثانيه 4 مليون ده الاول الدولي. لا تمام. وبعدين الصفقه الثالثه 5 مليون 6 مليون 7 مليون 5 مليون جنيه يعني. لا ما انا بس عايزين نوضح للساده المشاهدين بس، هي الفكره جايه ازاي يا جماعه؟ انه الترتيب الدوري النهارده من الاول للخامس مثلا، الاول للسادس، فاتحاد السله قال الاول ليه صفقه واحده فري مش هيدفع عليها اي رسوم، عمل صفقه ثانيه عشان كسب الدوري فهو اقوى فريق. مكافأة. لا هو اقوى فريق فهو مش محتاج صفقات، فهي يجيب صفقه واحده، عمل صفقه ثانيه يدفع 4 مليون جنيه، وال 4 مليون جنيه اتحاد السله حط اسس لتوزيعها، مش هيخش خزينه الاتحاد، حط يعني جزء للمناطق وجزء للحكام وجزء للاتحاد، حط مجموعه كده من الايه من النسب المئويه من المبلغ. طب عايز تعمل صفقه ثانيه ب 5 مليون جنيه، ده للاول. طب الثاني ليه صفقتين فري، والثالثه تبقى ب 4 مليون، والرابعه ب 5 مليون، وهكذا. الثالث والرابع ليهم ثلاث صفقات. يعني ليه اتحاد السله عمل كده؟ عشان يحد من انتقالات اللاعبين، ويبقى دايما يبقى في منافسه ما بين الفرق. راي حضرتك يا كابتن تالي؟ الفرق تعتمد على لعيبتها. هو لما يعمل كده الانديه هتفكر في ايه؟ هفكر ان انا يبقى عامل قاعده كويسه، اهتم بقطاع الناشئين، اجيب مدربين اكفاء يهتموا باللعيبه، اطلع فرقه درجه اولى، سنه في الثانيه الاقي نفسي عندي لعيبه كبيره، طالما انا نفسي هدفع فلوس رهيبه جدا. ما ينفعش، لازم نهتم على ولاد النادي، خاصه لما يكون الفرقه زي الاهلي او الزمالك بيكسب البطولات وهم صغيرين. ما ينفعش نطلع فوق ونبقى عاوز اشتري بالثلاث اربع لعيبه. بس ولاد النادي بيبقى القايمه ممتلئه، يعني بيبقى في لاعب كويس بس غصبا عنك القائمه ممتلئه، هتعمل ايه؟ او معدل السن او معدل مثلا الروتيشن يعني بقى هنا بقى خلاص يا جماعه، ما كل انت ليك وقت. القائمه كانت قبل كده اكتر من كده، قعدوا ينزلوها في نزلوها بقت 14. انت بقى غصب عنك اللي ادى واجبه واللي ادى دوره واللي ادى دوره في النادي لازم تدي فرصه. طب ايه رايك يا كابتن لو القائمه مثلا بقت 18 لعيب، خاصه في ظروف كورونا دي يا كابتن؟ يعني حتى اتحاد اليد الدولي في بطوله العالم القادمه ادى لكل فرقه، يعني لو القائمه كانت 16 خليها 22 عشان لو حصل كورونا دوت فكر عالي طبعا. وسع المانع اللي احنا هنعملها في مصر كده. إيه رأيك؟ انت شايف الاصابات لما هيكون يقول لك الاتحاد يقول لك سبعه. طب هلعب ازاي انا في سبعه؟ انا رايي يا كابتن هيثم ان لو طبق ما اتخذه اتحاد السله من قرار بخصوص سته او السابع او الكلام ده، ان دولت يبقوا الاضافه على اللي موجودين. الله ينور عليك كابتن، انا فهمت قصدك. فهمت يعني بدل ما القايمه تبقى 14 تبقى قايمه 20 صح. الله ينور عليك. بس دي كانت لازم تبقى قبل الدوري. لا احنا في ظروف اللائحه بقى، انا ظروف خليتك تاخد القرار في جلسه اول امبارح تمام، وقلت ان القرار ده في مصلحه يعني. طب هجيب لعيبه فري دلوقتي منين؟ ها لا ما انا قلت حضرتك او مثلا ممكن يجيب اللعيبه اللي هم. لا ما انت قرار زي ده ما كلام حضرتك 100%. بس انت هتجيب منين اللعيبه دلوقتي؟ هجيب منين اللعيبه دلوقتي؟ كل فرقه مضيه لعيبه اللي ب 14 لاعب القايمه. خلي بالك في انتقالات في يناير. ما هو في انتقالات، بس الانتقالات اللي في يناير دي مش القايمه، انت ملتزم ب 14 واحد. صح كلام كابتن سلاوي، صدق صح. انا ده اصل كده ممكن في يناير تفتح. انا ما بمشيش حد. انت عندك لغايه 20 هات لعيبه. هات. يا ريت انت حر، انت عندك يا ريت حتى لو خلوهم 18. برافو عليك كابتن، والله فكره حلوه جدا. وخلاص يعني احنا يناير على الابواب يعني. فكره حلوه جدا جدا. لو خلاهم حتى 18 ساعتها ما فيش 20 يا كابتن، المشكله ساعتها يعملوها يوافقوا. ساعتها ما فيش حد يعترض، هتبقى الامور ماشيه في نصابها. يبقى دلوقتي خلاص انت عندك 20 لعيب عايز ايه؟ اولا صالح اللعيبه وصالح الانديه وصالح اللعبة. واولا واخيرا نحن نتمنى الشفاء لكل صح. يا رب يشفى. احنا بندور على المصلحه بالظبط. احنا من هنا قناه النادي الاهلي لنا اطار واسس بنتعامل فيها مع كل طبعا الاتحادات، وكل الاحترام والتقدير لاي اتحاد ما فيش شك. واحنا اذا كنا بنقول فبنقول من باب الراي والراي الاخر بكل احترام، وبنقدر دور كل اتحاد في الازمه دي الحقيقه، لانه العمليه صعبه، فالناس ما تبصش ان الموضوع سهل على اي اتحاد يا كابتن. لا صعب جدا الظرف زي ما كابتن بيقول. في رايي ان الدكتور مجدي بصراحه والمجموعه اللي معاه قايمين بمجهود عالي جدا يعني في اداره اتحاد في كره السله، بدليل ان هي الاول في اول بطوله رجعت بعد الازمه، وقبل كده كان في ازمه برضه وصمم ان الدوري يتعمل. فاعتقد ان اتحاد السله ماشي على خطى ان هو عايز ينجح الدورات، فاحنا بنقول اقتراحات زي ما بالظبط. بس عارف يا كابتن هيثم الظروف الاستثنائيه تحتاج اجراءات استثنائيه.
حلوه كده. يعني احنا في ظروف استثنائيه يا جماعه، اعملوا اي جرات استثنائيه حتى لما نخلص الموسم. الدنيا ان شاء الله الجائحه دي تعدي يا جماعه، الدنيا كلها واقفه، العالم كله واقف يا جماعه، الدنيا كلها بتقف، الدنيا كلها ربنا ينجينا. كل يوم بنسمع اصابات، يمكن ربنا الحافظ، ربنا حافظ مصر يعني الحمد لله. فاحنا لازم، احنا برضو ما فيش داعي نشد على نفسينا. اجراءات يا جماعه استثنائيه، ايه المشكله يعني؟ احنا اللي في ايدينا نحطها. طيب كابتن، احنا هننتقل لارض المباراه والزميل محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب ولقاء مع مودي الجرح. اتفضل محمد. محمد زميلنا مراسلنا محمد توفيق من ارض الملعب، لقاء مع مودي الجرحي. محمد اتفضل. مساء الخير يا كابتن هيثم، مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مساء الخير على جمهور الاهلي العظيم، يعني بنبارك لكل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير مصر بفوز النادي الاهلي النهارده في مستهل البطوله الافريقيه. كمان يمكن المرتبط بتاع النادي الاهلي فاز امام سبورتنج في الدور قبل النهائي لدوري المرتبط من قبل ساعتين من دلوقتي 68-59، ويا رب ان شاء الله تكمل بالفريق الكبير ويكسب النهارده في مباراه الذهاب امام سبورتنج ان شاء الله. كان معايا بقى الحديث اكثر على المباراه كابتن مودي الجرحي، كابتن الفريق. يعني كلمنا كابتن مودي في البدايه، الف سلام عليك، طمنا عليك الاول، انت غايب على المباراه النهارده. حبيبي الله يسلمك. طبعا انا ماتش الزمالك الثاني كان في اخره كده، انا في اخر كوارتر حسيت بشد في السمانه فلعبت عليها شويه بصراحه، بس بعد الماتش الدكتور شافني يعني فطلع ان هي فيها يعني مش يعتبر مزق يعني، هو اخر الشد يعني، بس يعني فيفضل ان انا ما العبش النهارده عشان ان شاء الله باذن الله يعني الفتره الجايه في ماتشات ورا بعض، فهو بس هو يفضل ان انا رايح النهارده ان شاء الله. طمنا بقى على بقيه الفريق، يمكن اكثر من لاعب غايب النهارده، يمكن ايهاب امين، عبد الفضيل ابراهيم، وكمان عمرو الجن. طمنا بقى على بقيه الفريق وحاله الفريق بشكل عام. لا تمام طبعا، حاجه الناس كلها عارفه موضوع ايهاب امين وعمرو الجندي وعبد الفضيل. طبعا يعني انا مش عايز اتكلم في الحته دي، بس ده امر طبيعي ان احنا كان البطوله تتاجل شويه، اهم حاجه يعني اللعيبه، يعني اهم حاجه صحه اللعيب. احنا دلوقتي هنلعب واحنا الله اعلم في ناس كتير عندها كورونا في الفرق الثانيه او في عندنا احنا، الله اعلم يعني، بس طبعا احنا بنحاول، انت عارف النادي الاهلي احنا هنموت نفسنا في الملعب رغم الغيابات الكبيره، كمان ثلاث لعيبه كبار جدا هيفرقوا معانا جامد، بس طبعا ان شاء الله احنا الكوتش يتكلم معانا ان احنا هنموت نفسنا وهم خمس رجاله قدام خمس رجاله، فان شاء الله باذن الله نموت نفسنا ونكسب النهارده ان شاء الله. يعني برغم الاصابه كنت حريص على مسانده اللاعبين النهارده، يعني انت كنت اكيد موجود جوه معسكر الاقامه، يعني طمنا على الاجواء وعن استعداد الفريق في ظل الظروف الصعبه دي كلها. طبعا هي الاجواء طبعا، خلي بالك احنا الفرقه متضايقه، يعني فرقه في قلق طبعا كبير، في زعل كبير ان الثلاثه مش معانا، عبد الفضيل وعمرو الجندي وهاب امين. احنا متمرنين كويس وعاملين اللي علينا الحمد لله اخر فتره، وكنا عندنا يعني احنا ايه جوانا احساس عايزين نكمل كلنا مع بعض ان احنا نخلص بطوله مع بعض. وقع منك ثلاثه مهمين جدا في وقت صعب، غير اللي فيه اربع اصابات، خلي بالك احنا يعني في اربع اصابات ثانيه، يعني انا النهارده ما اقدرش العب، ابراهيم الجمال بيلعب وهو مصاب، مهيب بيلعب وهو مصاب، ابو النصر بيلعب وهو مصاب. طبعا دي مش دي ظروف انا بقولها، بس طبعا هنموت نفسنا يعني، بس ان شاء الله باذن الله يا ربنا يكرم باذن الله النهارده. شكرا كابتن وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا بخير. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع كابتن مودي الجرحي كابتن فريق النادي الاهلي. يمكن كابتن هيثم حابب اقول لك ان صدقت نبوه حضرتك النهارده، يعني من الحاجات اللي لاحظناها هنا في مدينه الاسماعيليه ان شاشه قناه النادي الاهلي هي المسيطره على اغلب الشاشات هنا داخل المدينه، سواء اثناء متابعه المباراه واللي تم اذاعتها حصريا بين النادي الاهلي وسونيديب بطل النجر، او كمان متابعة مباراة الأهلي إن شاء الله وسبورتنج النهاردة في الدور قبل النهائي لبطولة المرتبط. طب محمد يعني معلش أنا أقطع محمد، لو تقدر يعني نعرف طبعا قائمة نادي سبورتنج اللي شاركت أو 12 لعيب اللي هيشاركوا إن شاء الله، حتى لو في يعني مداخلة معاك تانية يبقى يكون أفضل إن شاء الله. باذن الله كابتن هيثم في بقدم المواعيد ان شاء الله يكون معنا لقاءات ثانيه اكتر، وان شاء الله يكون معنا كل اللي حضرتك هتحتاجه من سواء قائمه النادي الاهلي او قائمه سبورتنج تحت امر الكابتن. زميل محمد توفيق شكرا جزيلا، واكيد هنرجع لك مرارا وتكرارا ان شاء الله عشان تلين لنا اجواء من داخل الملعب. شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق. يعني يا كابتن سلعاوي كلام مودي يعني بيصب في نفس الاتجاه برضه، نقص عددي كبير ولكن زي ما قلنا تحت شعار الاهلي بمن حضر. لا لا كلام مودي انا عارف، وانا قلت لك في بدايه الكلام ان هو عنده مزق بسيط في السمانه، وهو اعتقد ان تفضيل الراحه ليه النهارده افيد من ان هو كان لاعب. والجهاز الطبي لو يقدر، لو كان حاسس انه ممكن زيه زي مهيب زي الجمال كان، ما اعتقدش كان هيتاخر في صحيح، لكن ان شاء الله الموجودين يسدوا وان شاء الله هيبقى ماتش كويس مودي من ولاد النادي المخلصين يعني. طب كابتن عماد برضو حضرتك تعلق على كلام مودي تقول ايه؟ والله طبعا هو مودي واثق ثقه، ده كابتن الفرقه واثق ان لعيبته ان شاء الله قادره انها تعوض
عدم وجود عمرو الكندي وعبد الفضيل وإيهاب أمين. يعني إن شاء الله روح الأهلي في الآخر هتتغلب إن شاء الله. ربنا يوفقهم إن شاء الله. يعدوا النهاردة ماتش مهم جدا، خاصة إن إحنا فوزنا في المرتبط، فالماتش النهاردة مهم جدا جدا جدا، ربنا يكرمهم. طيب أنا جالي قائمة السبورتينج يعني إيه واحدة واحدة كده مع بعض. في معانا أشرف ربيع، مظبوط كده يا جماعة، رقم 3. هو ما كانش محظوظ. يوسف شحاتة رقم 14 أنا آسف. يوسف رفعت 7. سليم سالم 13. سليم تامر 13. سليم العسوي تمام 13. محمد خرشد 55. أحمد هشام سعيد رقم 5. محمد صلاح رقم 15. محمد الليسي محمد الليسي 6. عز الدين فريد 9. باسم الليسي رقم 10. إبراهيم حجازي 23. عبد الرحمن خالد رقم 4. يمكن عبد الرحمن مش موجود ده لا عبد الرحمن خالد موجود رقم 4 تمام. احمد منير تمام. اشرف ربيع كام؟ اشرف ربيع رقم 3. هيبقى يعني الارقام مش فارقه معانا قوي، بس هيفرق معانا المشاركات كده. كابتن تهلي حضرتك سجلت ورايا. طيب كده احمد منير بره، كده مؤمن كريم مكرم بره، في كريم حاتم بره، في عمر عبدين بره. يمكن ده تشكيل في سله سبورتنج رجال اللي هيلعبوا المباراه ال 12 لاعب. توقعات حضرتك يا كابتن سلعاوي مين الخمسه اللي ممكن يشاركوا في البدايه؟ احنا قلنا هيبقى ممكن احمد هشام وخرشد والليسي وشحاته، يوسف شحاته واحمد عزب. مفيش احمد عزب صح؟ احمد عزب ده اسمه احمد عزب ده لا ده لا قصدي عمرو عبدين. عمرو عبدين انا اسف، عمرو عبدين عبدين معلش هو ايه في ساعات بيبقى اللقب الثاني بيلخبط شويه. طب كابتن عماد تعليق حضرتك على برضو سكور او سكور شيت بتاع السبورتنج وعدم وجود محترف برضو، اكيد ده يعني عامل معرفش يمكن حاجه بوزيتيف او نيجاتيف، هنشوف والله يمكن هنشوف كده بالملعب. ممكن يكون عامل ايجابي، ممكن يكون عامل ايجابي. كابتن انا اسف ده ابو النصر اهو الحمد لله الناس طمنت عليه بيسخن وجاهز موجود ان شاء الله. ممكن يكون عامل ايجابي، اللعيبه يعني تعتمد على الله وعلى ثم على نفسها، ويعني ربنا يوفقهم. انا شايف برضو الفرقه بتاعت السبورتنج مش سهله، فيهم كميه شباب كتير، ودوت هيكون عامل تعب للنادي الاهلي. طب كابتن عماد انا هاجي لحضرتك في حته. وائل بدر بحكم يعني مشاهدتنا المباريات السابقه بيلعب ضاغط من اول ملعب، شايف ده عامل لنا ازعاج ولا وضعه بيكون ايه ضغط؟ والله انا شايف حاجه كابتن هيثم، لو وائل بدر غلط وانا من وجهه نظري ولعب ضاغط من اول ملعب فبتخلي فرقه ثانيه بتحصل عندها ادابتيشن، بتتعود ان ده بيلعب بضاغط كده، خاصه اشرف عنده خبره كبيره هتبقى سهل ان اشرف يطلع من هذا الكلام ده. لا انا بتكلم عن صناع لعبنا، يعني احنا عندنا دلوقتي مين صنع؟ هو ما فيش اثنين غير حاتم البحيري وحاتم البحيري ومودي. ومودي شايف ان احنا في مشكله عندنا في الضغط؟ هتبقى سهله جدا على حاتم البحيري ما شاء الله. حاتم البحيري ايده ما شاء الله واصله تحت قوي. مودي عند الجرح، مودي محمد مصطفى عنده خبره كويسه، صانع لعب ماسك شايف الملعب عينيهم فوق هما الاثنين، هتبقى سهل جدا يطلع، خاصة ان الجمال لو في ملعب او ابراهيم ابو النصر او محمد ابو النصر موجود سهل جدا يطلع. واحمد مهيب يعني حضرتك بتقول كلمة حلوة كويس ان هو عندنا بوينت جارد كويس وعندنا الاسيست بتاعه برضو في الملعب يقدر يطلع، نمرة 2 يقدر يساعده، نمرة 3 خفيف ممكن يمسك الملعب. يعني رأيك يا كابتن في الضغط من اول ملعب؟ لا لا اعتقد ان الضغط شيء متعود عليه النادي الاهلي، وان الضغط هيبقى ليه خروج سهل جدا. طب كابتن معلش هنقطع حضرتك، بس معانا الزميل محمد توفيق ولقاء مهم مع الكابتن وائل بدر مدير فني نادي سبورتنج. اتفضل يا محمد. تعرف كده كابتن هاتف هنا كابتن وائل، ازيك يا كابتن وائل؟ متواصل مع حضرتك كابتن عيسى مره ثانيه من صاله هيئه خاصه الجيش الاسماعيليه وتغطيتنا الخاصه والحصريه للوطن الاهلي وسبورتنج في الدور النهائي الدوري المرتبط. يعني معانا كابتن وائل بدر احد نجوم مصر في كره السله والمدير الفني لنادي سبورتنج. كابتن وائل في البدايه يعني بنرحب بيك كابتن هيثم، بيبعت لك ارق التحيات وبيمس عليك وبيقول لك مساء الخير كابتن وائل. ثانيا تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل مصابي، يعني لاعب النادي الاهلي سواء ايهاب سواء عمرو سواء عبد الفضيل، تمنياتنا بالشفاء العاجل ليهم كلهم.
ده بتاتي. اتفضل. يعني كابتن، المباراه النهارده امام النادي الاهلي في الدور قبل النهائي، الماتش اللي فات حضرتك تخطيت مصر التامين، المباراه النهارده في الدور قبل النهائي امام النادي الاهلي، يعني حاسب للمباراه ازاي واستعداداتك لها بالشكل ازاي؟ والله الحمد لله، يعني ماتش وصلت سيمي فاينال دوري مرتبط، مباراه كبيره مع فرقه كبيره، استعدادنا ماشيين بخطى ثابته السنه دي الحمد لله رب العالمين. وصلنا لليفل معين في شكلنا، كانت شكل دفاعي شكل هجومي، بدايه من اول من السنه. يمكن احنا الفرقه الوحيده اللي في الفاينل فور هنا بنلعب من غير لعيب اجنبي، ما معناش لعيب محترف، مصعدين لعيبه كتير تحت السن، بنحاول نعمل لعيبه جديده لنادي سبورتنج الفتره اللي جايه. فالحمد لله الحمد لله. من خلال متابعه حضرتك للنادي الاهلي والمباراه السابقه، شايف الغيابات النهارده في صفوف النادي الاهلي هتاثر عليه ازاي؟ اكون مش صادق معاك طبعا لو قلت لك ان الغيابات دي مش هتاثر. لا طبعا، ايهاب امين وعمرو الجندي بنتكلم في احسن اثنين لعيبه في مصر من وجهه نظري بالترتيب، مش فارق واحد او اثنين. طبعا هياثروا، مع الفضيل كمان بيج مان تحت الحلقه بيأدي بشكل كويس. انما اللي عايز اقوله، ستيل برضو فرقه النادي الاهلي لا فرقه كبيره فيها عناصر مهمه. النهارده ما تبص للجردات النادي الاهلي، الجمال، مهيب، ابو النصر، حاتم البحيري، تحت الحلقه عمر طارق، سيف سمير، احمد حمدي، لا فرقه كويسه. اي نعم الغيابات طبعا هتاثر، انما في لعيبه كتير كويسه وموجوده النهارده في فرقه النادي الاهلي. اخيرا يا كابتن، عشان ما اطولش عليك، عشان عارف حضرتك عاوز تكمل تسخين الفريق، يعني النهارده اخر كلام قلته في اوضه اللبس للاعبين قبل ما ينزلوا ايه؟ العب بثقه، شيل البريشر من عليك، اشتغل الشغل بتاعك اللي احنا شغالينه من اول الموسم. اي فرقه عايزه تكسب جيم باسكت لازم تدافع، وده السلاح والمنهج اللي احنا شغالين عليه في فرقه نادي سبورتنج من ساعه ما اشتغلت معاهم من شهر 12 اللي فات. يعني دي اغلب الملاحظات. شكرا كابتن، ان شاء الله وبالتوفيق فيما بعد مباراه الاهلي ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن وائل بدر مدير الفني لسبورتنج، مستمرين معاكم في تغطيه خاصه وحصريه لقناه النادي الاهلي وقبل نهائي ذهاب دوري المرتبط بالاهلي وسبورتنج. كلمه ليك كابتن هيثم. انا بقاطعك معلش، احنا باقي قد ايه على المباراه؟ يمكن الساده المشاهدين مش شايفين او مش في الملعب، فعايزين نعرف باقي قد ايه على المباراه تقريبا. هو المباراة نظرا لتأخير مباراة سموحة والاتحاد شوية، ففي الغالب المباراة إن شاء الله كابتن هيثم هتبدأ في الثامنة والنصف، يعني تقريبا بعد أقل من ثلث ساعة من دلوقتي إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا زميلنا محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مهم طبعا مع كابتن وائل بدر، يمكن مشروع أو مولد مدير فني جديد يا كابتن سلام. والله وائل من المدربين الأذكياء جدا، ومشروع فعلا، ومدرب لمستقبل، وكلامه كلام محترم، وكل اللي قاله بيصب في الحقيقه، يعني سواء لفرقته ان هو بيعتمد على اولاد صغيرين وكده، او بالنسبه لفرقه الاهلي ان برده موجود، ان الثلاثه اللي غايبين ثلاثه مؤثرين جدا جدا، لكن في الوقت نفسه الاهلي قدير باولاده ان هو يقدر يعدي هذه المرحله او هذا الدور لغايه ان شاء الله الماتش الجاي. من ضمن الناس اللي كنت عايزه بس معلش هرجع بس مع حضرتك، الولد مؤمن طارق خيري برضه من الاولاد اللي هم النادي الاهلي حط عينه عليها. صحيح. ولد كويس ومستقبل برضه. ولد ده يعني انا شايف ان ده أنا مستقبل النادي الاهلي. مؤمن خيري مستقبل النادي الاهلي فعلا. خد احسن صانع العاب واحسن مصور سنتين ورا بعض والافريقيا اللي قبليها خد احسن لاعب. في حته برضه يا كابتن هازم كنت عاوز اتكلم عليها بالنسبه لوائل بدري، يمكن حصل لي ان انا شاهدته لما لسه ماسك فرقه سبورتنج، لان كان هيلعبوا ماتش مع الاتصالات عشان رأفت عماد بيلعب فيها ابني، ورحت اتفرج عليه فرقه في انا عارف ان وائل وفرقه سبورتنج كويس، خسروا من الاتصالات، رغم كده قدر يجمع الفرقه تاني وكسبوا بعد كده وصعدوا لدور 8 وعملوا شغل جامد جدا. شايف كابتن لما وائل بدر قال كلمه حلوه جدا، قال لك احنا الفرقه الوحيده في الفاينل فور معناش اجنبي، فدي تحسب لوائل بدر وتحسب لنادي سبورتنج. نادي سبورتنج، اداره نادي سبورتنج طبعا، وانا احيي وائل بدر صراحه، انا شفت الفرقه معاه لما كان بادئ وشفت الفرقه دلوقتي، وانا حييته طلبته مخصوص، قلت له الله ينور عليك يا وائل، صراحه الفرقه انا اعتقدت انها هتقع بقى زي فرق كتير ويخسروا من طوب الارض زي ما بيقولوا. صحيح. فلقيته ما شاء الله وقف بيهم، وحتى ناس كبار اللي شايلين احمد هشام واحمد منير شالوا معاه، ومحمد صلاح
وخورشيد والناس اللي هي قدام شالوا معه وطلع لعيبه من تحت 18 سنه زي يوسف رفعت ما شاء الله ربنا يكرمهم. احنا خمس دقائق ان شاء الله اعزائي المشاهدين والمباراه تنطلق بلغوني دلوقتي من ارض الملعب. طب تمام هتبتدي خمس دقائق بالظبط لان احنا لو خدت بال حضرتك كان في الاحماء خد وقت. هو يعني هو برضو بالنسبه لوائل السنه دي اللي ما يحسب ليه ان هو انا اسف يا كابتن فرقتين خرجوا اهو يعني بس من حته خلاص دي هو كده استعدادا للبدايه دي. وائل اللي يحسب ليه برضو ان هو بيلعب السنه دي من غير اثنين بغير اي لعيب اجنبي ومن غير احمد منير. احمد منير طبعا احمد منير كان يمثل ثقل نص الفرقه فكان منير عنده خبره غير عاديه نادي سبورتنج وكان هو علامه من علامات المميزه في نادي سبورتنج وكان ليدر كمان في الملعب فهو هو يشكر ان هو وصل للفرقه دي للمرحله دي. وبتهيألي بك احمد منير بيعد دلوقتي في نادي سبورتنج يبقى كادر اداري يا كابتن. اعتقد وعنده يعني عنده احمد منير هذا الكلام. انا بس في نقطه برضو كويسه عاوز برضو احيي اشرف ان هو اهتم مثلا يخلي واحد زي احمد الجرحي مساعد زي ما هو مدرب عام مع سيد مصطفى عنده خبره. احمد الجرحي بروميسنج فعلا واعد ان هو يعني ان شاء الله يبقى ليه مستقبل كويس في التدريب. احمد الجرحي من احسن فلازم يكون في ناس احسن المدربين الموجودين في مصر. وليه رؤيه يا كابتن؟ وليه رؤيه؟ انا شفته ككوتش يا كابتن هيثم واداره شفته ككوتش وحب الناس بتحبه احترام طبعاً. يعني اعتقد ان هو في كل الصفات اللي هتخليه مدرب مستقبل ان شاء الله. طب ودي لقطات على فكره من ارض الملعب الكوتش اشرف توفيق دي تعليماته النهائيه للاعبين يمكن مش هتشوفوا الكلام ده غير على قناه النادي الاهلي بنعيشكم في اوائل المباراه وزي ما وعدناكم دايما هنكون مع ابطالنا في كل مكان ودي قناه النادي الاهلي كنا مع النادي الاهلي في النيجر وطرنا من النيجر للاسماعيليه وهي دي قناه النادي الاهلي وهنكون ان شاء الله دائما ابدا نستحق نكون رقم واحد عشان جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي هو رقم واحد. معلش يا كابتن عماد يعني حاجات بس لازم نوضحها للساده المشاهدين ده ارض النادي سبورتنج. كابتن طيب يعني يمكن انا باكد برضو على كلام وائل. وائل داخل المباراه عارف هو عايز ايه. هو معاه مجموعه من اللاعبين الصغيرين بيقول لهم شيلوا الضغط من عليكم. ودي نقطة كويسة. هو عنده ابريشيشن ومقدر حجم فرقة الاهلي رغم ان فيها غيابات. عامل حساب أليكس يانج فعلا زي ما كابتن سرعاوي قال احسن محترف موجود في الدوري المصري. عمر طارق ما شاء الله طبعا. الجمال خبره كبيره. ابو النصر خبره كبيره. صحيح. يعني الحمد صحيح. لله احمد طبعا. مهيب كباتن يعني استاذنكم بيبلغونا ان خلاص المباراه ستنطلق الى صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه ومعلقنا الكابتن سيد صابر لنقل احداث نهائي او قبل نهائي كره السله مرتبط النادي الاهلي ونادي سبورتنج. فإلى